سكرانين كراد، طلعنا من بداية الثورة، طلعنا لندافع عن كرامتنا وشرفنا، طلعنا لرد ظلم بشار، طالبنا بكرامتنا، رد طبعا بجميع الأسلحة، قتل الشباب والأطفال والنساء. اشتغلت ناشطة من أول بداية الثورة ولحد الآن بعني عم بشتغل ناشطة. كنا ننظم المظاهرات النسائية، تصوير، بس عم نصور الدمار اللي عم بصير، المجازر اللي عم بيجينا على المشافي، الإسعافات، عم نصور وبنرفعهن على صفحتي. وإضافة لشغلي كناشطة عم بشتغل كمان بمشفى الميداني. أنا مش ممرضة ولا أني قابلة، بس الحمد لله تعلمت كل هالشغلات هاي بالثورة، بس لأجل أنه ما في كوادر كافية، ما في دكاترة، ما في كادر كامل نظامي، كله برا ما في، يعني الناس بحاجة لهاي الأشياء كلها. الحمد لله تعلمنا هاي الأشياء كلياتها، وتعلمت أني أكون ناشطة بس لنقل الحقيقة، عشان نشوف للعالم انه شو احنا شلون عايشين هون عندنا، شو الاوضاع اللي عندنا، شو المجازر اللي عم بتصير، شلون النظام عم بتعامل معانا. ان شاء الله مستمرين بثورتنا المباركة وبعملنا لحتى اسقاط النظام السوري.